الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم هنستعرض لحضراتكم ماكينة، وده مش إعلان لأن أنا أصلا مش مستفيد منه بحاجة، ولكن ده عشان حضراتكم الأماكن الكبيرة والأماكن الواسعة، الأماكن العامة ممكن نجيب الحاجات دي. دي حضراتكم ماكينة لتنظيف الحشائش الضارة في الممرات وفي المشيات وفي الشوارع. واضح ان ده شارع، وهي فكرتها بسيطة وهيجيب دلوقتي بالتفصيل هي بتشتغل ازاي. دي عبارة عن حضرتكم يعني زي مكنسة كده بس بلاستيك، بس الشعر بتاعها جامد. بصوا حضرتكم الشعر اللي فيها ده يغبط في الحشائش الضارة فيطلعها يشيلها خالص، وحيورينا بالتفصيل بتطلع قدام ازاي وبترجع وبتطلع لفوق، بس هو طبعا بيورينا بس الاول شغلها هي بتعمل ايه. بصوا حضراتكم اهي فكرتها، اهي ان هي بس تخبط في الحشائش دي فبتشيلها. دي طبعا مش عايزة يعني بيت صغير، ولكن عايزة مكان كبير مكان واسع. هنا بقى بيستعرض بتشتغل ازاي كده، تطلع لقدام تشتغل، هيجيب الزراير بتاعتها او الحاجة اللي هو بيتك عليها هيجيبها بالتفصيل دلوقتي ان شاء الله. اهو بص شوف حضراتكم حاجات تشغل وحاجات تطلع، اهو عايز تطلعها قدام عايز يشغلها. انا شايف هي جميله للي عنده استطاعه في الاماكن العامه، في اتحاد ملاك مجموعه فيلل مع بعض، واحد عنده فيلا كبيره، انا شايف ان هي ما شاء الله كويسه. طب اللي ما عندوش يعني الامكانيه دي، المكنه بتاعت الحديه مكنه الشعر دي بتقوم يعني بنفس العمل، طبعا مش بنفس الكفاءه ولكن بنفس العمل بتقوم بيه. لو احنا كبينا على الحشائش دي بنزين او سولار هتكون نفس الحكايه. احنا بنقول بس اللي عنده امكانيه اهي وسيله من وسائل الراحه والانجاز، يعني سرعة في الأداء بننجز. شوف حضراتكم ما شاء الله جميلة جميلة، اللي عنده إمكانية إن شاء الله يعني يجيبها، واللي ما عندوش إمكانية ما يجيبهاش. بس نتمنى ان الفيديو يكون عجب حضراتكم، وان شاء الله تستنونا فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.